ما قامش يحصل طيب ها؟ رأيك يا الله رأيك يا غزل؟ شكرا يا عمو. عمو ايه يا زوزو؟ يا زوزو مش هو بيجيب لك كل حاجة؟ اه يا ماما. اسمه بابا بقى يا زوزو. حاضر يا ماما. أحلى زوزو في الدنيا. ايه الحلاوة دي يا محمود؟ اسمي ايه بقى؟ اسمك بابا. حبيبتي يا غزل ربنا يخليك. اه تعالي بقى ده هعلمك عليه. ده كهربا صح يا محمود؟ اه ده حلو قوي. The Bluetooth device is ready to pair. شكرا يا أهلا بابا. ربنا يخليك يا حبيبتي. بحبك قوي. ربنا يخليك. يلا. يلا. تعالي أعلمك عليه يلا. أوبا. أوعى تقع. يلا. يا زوزو. أيوه. أوبا. شوف. افرد إيدك. يلا أيوه. يلا ورينا شطارتك. إيه رأيك؟ حلوة أوي أوي يا محمود. جميل أوي. انا اهم حاجه عندي غزه والله. ادي يا زوزو فرحانه. تعال لف يلا لف يلا لف. انا عايزه واحد. انا كمان اشمعنى زوزو يعني؟ انا هي الاثنين. ايوه يا زوزو. الله. امنيه. نعم يا ما. هو مش هو ده باباكي؟ وهي دي اللي باباكي متجوزها وبنتها اهي. ايه ده يا مكي؟ هو ايه اللي عرفك بالكلام ده؟ يا أمنية الناس كلها عارفة، مفيش حاجة بتستخبى. وبعدين الناس كلها عارفة اللي باباكي سايب مامتك ومتجوز واحدة عليها. بس على فكرة بابا بيحب ماما وهيرجعها وهتشوفي. وكمان دلوقتي اروح اسلم على بابا عشان هو وحشني. شوفي هيسلم عليا ازاي عشان تعرفي لو بيحبني انا وماما. ماشي يا امنيه. يا ريت والله. فيش ماشي. يلا. بابا. بابا وحشتني يا بابا. وحشتني يا بابا. بابا انت وحشتني يا بابا. انت مش تحضني ليه يا بابا؟ عاوزه ايه يا بابا؟ انا جيت عشان اسلم عليك يا بابا. مش تحضني ليه يا بابا؟ انت رايحه فين دلوقتي؟ انا كنت رايحه الدرس يا بابا. يلا على الدرس بتاعك. ما انا لقيتك قلت اسلم عليك يا بابا عشان وحشتيني قوي يا بابا. يا بابا عشان خاطر انا ماليش دعوه بالمشكله اللي ما بينك وما بين ماما. انت بتضايقني ليه يا بابا؟ انت ليه مش بتحبني؟ قول لي. طيب اسالي امك مش بحبك ليه. على فكره يا بابا مش ماما هي اللي غلطانه. انت اللي غلطان يا بابا. ماما ما كانتش بتزعلك في حاجة. انت اللي سبت ماما عشان تتجوزها يا بابا. ماما ما قالتلكش حاجة يا بابا. يلا خدي بعدك وامشي. يلا كويس يا بابا. خدي بعدك وامشي. يلا انت اللي سبت ماما يا بابا. انا بحبك قوي يا بابا. ماشي يلا خدي بعدك واتكلي على الله. شكرا يا بابا. بس انا بحبك يا بابا. النبي يا بابا انا بحبك يا بابا عشان خاطري يا بابا. انا بحبك قوي والله. يلا روح. يلا شكرا يا بابا. انزلي يا غزل كده. انزلي يا غزل. يعني ينفع اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل؟ على فكره انا زعلانه قوي والموضوع ده مضايقني قوي. ما ينفعش اللي حصل ده دلوقتي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ينفع بنتك تشوفك وتيجي تسلم عليك كده في الشارع وانا واقفه معاك؟ طب افرض حد من صحابي عدى برستيجي قدام الناس. انا مش قايله لحد اللي انت متجوز واحده قبلي. ما هي المشكله؟ انا قايله لهم ان انا اول حب في حياتك. ما انت كمان كنت متجوزه وما حصلش نصيب. ايه المشكله يعني؟ لا ما تقولش كده. انا غيرك. انت حاجه وانا حاجه. انا ما اقبلش يبقى منظري كده قدام الناس يقول لي ان انا متجوزه واحد كان متجوز قبل كده. ما ينفعش الكلام ده. ما تصورش انا متضايقه قد ايه. والموضوع ده لازم ينتهي النهارده حالا. بص يا محمود هي كلمه واحده. انت شاريني وعايزني ولا مش عايزني؟ ايوه شايكي وبحبك طبعا. خلاص تروح لهم دلوقتي حالا تعرفها هي وامها ان الكلام ده ما ينفعش يحصل تاني. طب. ولو بنتك شافتك تاني في الشارع ولا كانها تعرفك. طب هدي نفسك. طب هدي نفسك. طب وكمان الكلمتين دول تقولهم على الباب. ما شافكش بقى داخل تشرب قهوه وشاي عندها. طب خلاص النهارده هروح لهم حالا دلوقتي. انا مش عايزه اتفسح. خلاص عامله زي امها لازم تبوظ لي كل حاجه حلوه.
طب تعال تعال شغل غزل على العربية. تعال ادي الفسحة باظت. يلا شيبسي علب، يلا شيبسي اللي بيكسب، يلا شيبسي علب، شيبسي اللي بيكسب، يلا شيبسي. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد. ازيك يا ام امنيه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ فكرت في موضوع الجواز ولا لا؟ بص يا استاذ محمد، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. حضرتك راجل محترم جدا وانا بحترمك وبقدرك، بس انا والله عندي بنتي بالدنيا. والله هشيلك في عينيا انت وبنتك، مش هخليكي ناقصه حاجه. ربنا يخليك، بس انا والله انا عندي بنتي بالدنيا. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت بني ادم محترم وشخصيه محترمه جدا، الف بنت تتمناك. لو انت اخويا انا مرضاش اخليك تتجوز واحده متطلقه ومعاها بنت. والله انا مستخسرك في الشارع والعيشه اللي انت عايشاها دي. ربنا يخليك. انا هكتب لك شقه باسمك، مش هعمل زي طليقك. والله يا استاذ محمد انا مش بفكر في الكلام ده كله، بس انا قبل اي حاجه هكتب لك الشقه باسمك. والله ربنا يخليك. والله انا مش عايزه الكلام ده كله، انا عندي بنتي بالدنيا وحضرتك الف بنت تتمناك، وانا عشان خاطري خليك انت اخويا، يعني انا بعتبرك اخويا. معلش يا استاذ محمد. خلاص تمام. ماشي اتفضل. مش عايز اي شيبسي ولا حاجه؟ لا شكرا. الله قولي لي يا امنيه. نعم يا مك. ايه المقابله الوحشه اللي باباكي قابلك بيها دي؟ وشايفة بيلعب بنت مراته ازاي؟ وانتي اول ما روحتي تسلمي عليه قلب الوش على طول. لا على فكرة يا مكة، بابا بيحبني جدا، بس هو قال لي بس في حاجات مضايقاه في الشغل، عشان كده متعصب شوية. حاجات مضايقاه في الشغل. انتي عارفة بابا احلى واحد في الدنيا دي كلها. ما انا عارفة يا مكة. بيحبني انا وماما. ماشي. انت عارفه مش ممكن بابا يسيب ماما ويتجوز واحده عليها. بابا بيحبنا. لو سمحتي بقى يا بك مالكيش دعوه بيا. وبعدين بابا مهما زعقلي انا عمري ما ازعل من بابا، وهفضل احبه. انت عارفه مهما عمل لو اللي باباكي متجوزها دي مرات بابا، انا كان حلي جبتها من شعرها هي وبنتها مرمطتهم. لا انا بحب بابا وعمي ما احبه ابدا. حكيش عليا يا مكه، انت مالك انت يا مكه؟ انا بحب بابا وبابا بيحبني. يا امنيه يلا يلا. انا وبابا احسن ناس في الدنيا دي كلها. على فكره بابا احلى واحد في الدنيا دي كلها. بابا احلى واحد في الدنيا دي كلها يا امنيه. يلا شيبسي اللي بيكسب، يلا شيبسي عينب. حبيبتي عملتي ايه في الدرس؟ مالك ليه زعلانه؟ مفيش حاجه. زعلانه ليه يا امنيه؟ مالك يا امنيه مالك؟ احكي لي يا حبيبتي فيكي ايه؟ بصي يا ماما، وانا رايحه الدرس مع صاحبتي مكه فشفت بابا، فهو وحشني قوي فرحت اسلم عليه، ما رضاش يحضني يا ماما، وكمان كان عمال يلعب بنت مراته، واول ما شافني انا قلب عليا على طول يا ماما، مش راضي يحضني وعاملني معامله وحشه قوي يا ماما. حرجني يا ماما قدام صاحبتي مكه. ماشي. كان نفسي اقولها اللي بابا بيحبني وبيعاملني احسن معامله، قلت لها كده بجد. قالت لي طب وريني يا امنيه. بعد كده قعدت تضحك عليا، قالت لي باباكي مش بيحبك. اقول لها ايه يا ماما؟ اقول لها ايه؟ اقول لها بجد بابا مش بيحبني يا ماما. بس يا حبيبتي بس، ربنا يهديه يا امنيه. تزعليش يا حبيبتي. زعلانة منه قوي. تزعليش يا حبيبتي، بس عايزه اقول لك على حاجه يا امنيه، انا ما ظلمتكيش يا حبيبتي. باباكي كان عايز يتجوز، قلت له عايز تتجوز اتجوز، الجواز حلال ووافقت عشانك. انا عارفه يا ماما، بس انا بحبه قوي، نفسي اعيش معاه زي زمان، يكون ليا اب ويكون ليا ام زي كل اصحابي. انا حاسه ان انا اصلي حاجه كبيره قوي يا ماما. بصي يا حبيبتي، هي ما رضتش ان انا اقعد على ذمته، قالت له لازم تطلقها. هي ما رضتش. مش ذنبي والله يا امنيه، انا والله ما ظلمتكيش وكنت راضيه بكل حاجه علشانك. انا عارفه يا ماما انا عارفه. طب يا حبيبتي هو انا قصرت معاكي في حاجه؟ ناقصك حاجه يا امنيه؟ لا يا ماما انت كتر خيرك يا ماما. امال ايه بس يا حبيبتي؟
ما انا بحاول اعوضك عن كل حاجه. انا غصب عني والله يا ماما. ما تزعليش، ولو انت عايزه بابا بجد ادعي ربنا يا رب يرجع لك بابا، وان شاء الله هيرجع. يا رب يا رب رجع لي بابا، انا بحبه قوي يا رب. ان شاء الله هيرجع. يلا بقى عشان نذاكر ونركز في مذاكرتنا. حاضر يا ماشي حضر. ومش عايزاكي تزعلي. حاضر يا ماما. يلا حبيبتي. يا احمد عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسه والله. انت وحشتني قوي. عامله ايه يا غزوله؟ الحمد لله يا عم احمد. زوزو هو هتقولي لعم محمود ان احنا شفنا عم احمد النهارده؟ حاضر يا ماما ان شاء الله. احلى زوزو في الدنيا. ايه يا حبيبتي بقى قولي لي خلعت ازاي النهارده؟ والله بالصدفه يا احمد، كنا نازلين نفسحوا غزل. بالصدفه واحنا بنفسحوا غزل كان جايب لها هافر بورد جديد عنا نلعبوه عليه كتير. الله الله. فجاه مين اللي دخل علينا؟ مين؟ بنته. انا طبعا ما سكتش، سخنته عليه وعطيته كميه كلام ليها وازاي وبرستيجي وانت عارف بقى. فهمتي ولا فهمك تاني؟ لا فهم. ماشي تعالي اسمعلك بقى. انت يا بت اخر مره تشوفيني في الشارع وتسلمي عليا. في ايه بس؟ فهمتي ولا ما فهمتيش؟ يا بابا انت وحشتني فانا بسلم عليك. وحشتك ولا امك اللي شحناكي؟ سبته بقى يروح يهزقها هي وصدق. والله المهم بتعمل ايه؟ والله العظيم الحمد لله. وحشتني. كده اسبوع ما شفكيش كده. عامل ايه طيب؟ بس رايك في الطقم دوت بقى؟ اوه شياكه. ال 2000 جنيه اللي انت هتطهم لي بص جبت بيهم الطقم دوت. لا زي برضه عشان اما اقابلك برضه يبقى عليا القيمه كده اهو. انت عليك القيمه من غير حاجه خالص. انا بحبك يا بابا. ما تتكلميش، مش عاوز اسمع صوتك. في ايه بس بالراحه، ما تتكلميش مع البنت كده. طبعا انت هتموتي واطلقها. انا؟ يا ستي انا بحبها ومش هطلقها. هتستفادي لما اطلقها يعني؟ هتموتي وهطلقها، هتموتي وتخربي بيتي صح؟ طب يا ليه؟ بابا ماما مش كده. ما تتكلميش هتفتحيش بقى. ماما بتحبك قوي. ماما طيبة والله يا استني بابا. استني استني. يعني أنا ما كنتش بحبك يعني؟ هي برستيج، هي لوني. أنا مبسوط بيها، هتستفادي لما أطلقها. خلاص. مش مطلقها. لو عملت إيه مش هطلقها. بحبها وبموت فيها. أوعى تكون حبيتيه. أحب مين يا عم؟ والله ده لولا فلوسه كنت شغلته عندي بواب. ده انت ما بتشوفوش بيعمل ايه طول اليوم؟ طول اليوم عمال يطف جنبه ويمسح مناخيره في ايده وحاجه مقرفه. انا لو البواب عندنا بيفضل يعمل كده في الرايحه وفي الجايه والله كنت مشيته من العماره. الله يكون في عونك. سأقول لك حاجه وبامانه، راجل كسيب كسيب، ده اللي مصبرني عليه. بس وحياتك هي سنه وشطب لك عليه خالص. ايوه كده، خليك كده ناعمه كده وخليك سياسيه. هو اخره سنه والله، المفروض اخره شهر كمان. واحده واحده كده. اكلنا بكتب لي الشقه ديت، اكتب لي العربيه، اكتب لي المحل دوت، عشان انا وانت اما نيجي نعيش ونعيش عيشه حلوه ونتمتع بحياتنا قريب. والله ما توصينيش عليه. انت مالك؟ رديت وقلت لك ربنا يسهل لك حالك معاها. خلاص انا بطلي تشحني بيتك بقى. شوفي سلمي عليه واحضنيه، بتحرجيني ليه قدامها؟ هي بتحبك. انا اعمل ايه طيب؟ انا النصيب بيني وبينك اتقطع لحد كده. المره الجايه مش هيحصل طيب. فهمت ولا ما فهمتيش؟ معنى انا اللي حركتك برضه يا بابا ولا انت اللي حركتني؟ طب صاحبتي يا بابا. معكيش بقى 1000 جنيه ولا اي حاجه؟ ايوه طبعا. خدوا ال 1000 جنيه. تسلمي تسلمي. انزل بقى هات لك طقمين شياكه تانيين. حبيبتي والله. زوزو اوعي ما تقول، اوعي تقولي لعم محمود يا زوزو. حاضر يا بابا. لا دي غزل عسل دي، خلي بالك. يا اجمل عيون واحلى عيون صحيتي ليل العاشقين. عارفه بقى بتمنى اليوم اللي انت تقلبيه وعيش معاك انا بس. والله قريب ما نستعجلش. ياه تبقى احلى حياه في الدنيا دي كلها. ما جابش يحصل طيب. ها ايه ده يا ماما اللي هو عامله ده يا ماما؟ ربنا يهديه يا حبيبتي. هو ليه عامل كده يا ماما؟ ما تزعليش، انا مش عايزاكي تزعلي خالص. ليه بابا عامل كده؟ انا زعلانه منه قوي. ما تزعليش يا حبيبتي خلاص. ربنا يهديه، ربنا يهديه. ما تزعليش يا ماما. مش زعلانه. تعالي نلم الحاجات دي ونكمل مذاكره يلا.